السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيك. أنت بتتفرج على الحلقة الخامسة من الكورس التمهيدي، والنهاردة حلقة الجرامر. هنتكلم في أساسيات الجرامر، هنتكلم على البرونونس، وهنتكلم كمان على verb to be. فحلقة النهاردة مهمة جدا، لازم تكبر الصورة وتعلي الجودة علشان تشوف كل حاجة واضحة. ولو دي أول مرة تشوفني، فأنا يشرفني جدا أنك تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات على الكل علشان يوصلك إشعار بكل جديد أنا بقدمه ليك. وما تنساش اللايك الجميلة منك لو الفيديو عجبك، ويلا بينا نبدأ فيديو النهاردة. Let's start. قبل ما اقولك ايه هي البرونونز، فانا عاوزك تعرف ان الجملة في الانجليزي بتبدأ بالفاعل مش بالفعل، لكن في العربي الموضوع مختلف. طبيعي ان الموضوع يكون مختلف لانك بتتكلم في لغة غير لغة. في العربي انت بتبدأ بالفعل وبتقول مثلا يشرب احمد اللبن، الجملة اللي كلنا لازم نقولها يشرب احمد اللبن. لكن لما تيجي تقولها بالانجليزي فانت مش هتقول drink، مش هتبدا بالفعل، انت هتبدا بالفاعل اللي عمل الحاجه اللي هو احمد. فهتقول احمد لو بيشرب دلوقتي فهتقول احمد is drinking the milk، ولو هو متعود انه يشرب لبن على طول فبتقول احمد drinks the milk. قصه تانية ما تشغلش بالك بيها، انا عاوزك تعرف ان احنا بنبدا الجمله بالفاعل، بنبدأ الجملة باللي عمل الحاجة، باللي عمل الفعل اللي هو الفاعل، ده اللي بنبدأ بيه. يعني مثلا علي بيروح المدرسة، مين اللي بيروح المدرسة؟ علي. مين الفاعل؟ مين اللي عمل الحاجة؟ علي. فهنبدأ بالفاعل اللي هو علي، فهنقول كده علي. اوكي، علي goes to school، علي يذهب إلى المدرسة. بعد كده بقى تقول مثلا on foot او تكمل جملتك مثلا، او in the morning هتكمل الجملة. المهم انا بدأت بمين؟ بدأت بالفاعل، بدأت باللي عمل الحاجة. ماما بتطبخ اكل لذيذ، اقولها زي بالانجليزي، هبدأ بالفاعل، مين الفاعل واللي بيعمل الحاجة؟ ماما. فاقول my mother cooks، بتطبخ، وتقول بعد كده مثلا delicious food، مين اللي بيطبخ؟ ماما. يبقى انت بتبدأ بمين؟ بالفاعل. خلي بالك هنا الفاعل جه اسم، علي، ماما، احمد، اخويا، المهندس، الدكتور. لكن انت ممكن تبدأ بضمير، يعني ممكن الفاعل ما يجيش اسم، ممكن الفاعل يجي ضمير. يعني ايه ضمير؟ بص، هو الانجليزي فيه 7 ضمائر فاعل، يعني 7 ضمائر ينفعوا فاعل، يعني 7 ضمائر ينفعوا تبدأ بيهم الجملة. اللي هم مين بقى ضمائر الفاعل دي؟ ضمائر الفاعل اسمها بالانجليزي subject pronouns. اول ضمير انا. يعني ايه انا بالانجليزي؟ انا بالانجليزي يعني I. وصعبة جدا في كتابتها، عارف ليه؟ لان هي حرف الاي كابيتال، بس كده وبس كده، بهزر معاك، مش صعبه. اي انا اي. اوكي، انا اي. دي ايه؟ دي ضمير فاعل. يعني ايه؟ يعني ببدا بيها الجمله. اوكي، يعني مثلا اقول اي لايك انجلش، اي جو تو سكول ايرلي، انا بروح المدرسه بدري، وتقول كمان I get up، أنا بأستيقظ مثلا at 7 في الساعة 7. Okay، I get up at 7، أنا أستيقظ في الساعة 7. يبقى مين اللي بيصحى؟ أنا. I ده إيه؟ فاعل. بس الفاعل ده اسم ولا ضمير؟ لا، ضمير. النهاردة بنتكلم على البرونونز، الضمائر. والضمائر أول واحد فيهم I، أنا يعني I. okay، I. عايز تقول أنا فتقول I، وهي حرف I capital، ما تعملهاش small، يعني ما ينفعش تقولها مثلا I، لا، سواء في الأول، في النص، في الآخر، أي مكان لازم ال I دي تكون capital. الضمير الوحيد اللي بيتعمل capital دايما. اوكي، طيب تاني ضمير، أنت مثلا عاوز تقول بابايا، أخويا، عمي، صاحبي، هتقول
الضمير بدل ما تقول اسم تقول هو. اوكي، هو الضمائر يا ولاد هي بتيجي بدل الاسماء. افرض انت مش عاوز تقول اسم فبتقول ضمائر، انا وهو، هو اقصد بابا، اقصد اخويا، اقصد صاحبي، اقصد عمي، اقصد استاذي. بس ما ينفعش طبعا اكون بقصد ماما واقول هو، صح؟ طيب هو يعني ايه بالانجليزي؟ يعني هي. اوكي، هو هي، هو هي. اوكي، هو هي هي هي، اقصد مذكر واحد بس مش موجود معانا، انا بكلمك انت عليه، هو حاجه ثالثه. هو 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 هي هي هي. عايز تقول هو لاعب كوره تقول ازاي؟ تقول هي بلايد فوتبول. عايزك تركز معايا في الجمله دي. الجمله دي بدات بالفاعل، الجمله الانجليزي كده بتبدا بالفاعل، بدات به. خلي بالك الجمل انواع، انا مش عاوز اكلمك في النقطه دي دلوقتي، بس انا عاوزك تعرف ان انا بدات بالفاعل هي. ايه ده، هي فاعل؟ اه، ممكن الفاعل يبقى اسم، يعني ممكن اقول بابايا او احمد او علي، وممكن يبقى ضمير. احنا كده خدنا كام ضمير؟ اتنين، اي وهي، هو. فقلت هي هو، اوكي، اقصد واحد تالت مش معانا، هي هو. بدات بالفاعل وبعد الفاعل الفعل، هي الجمله كده. هي بلايد فوتبول، هي بلايد فوتبول، بتبدا يا بطل بالفاعل وبعد كده الفعل. جميل جدا، هي بلايد فوتبول كده. لو انا بقصد بابا هقول هي. طب لو بقصد ماما او اختي او عمتي او خالتي مش هقول هو، هقول هي. طيب هي دي بتتعمل ازاي بالانجليزي؟ عارف كلمة هي؟ حط قبلها اس. طيب نطقها ايه؟ هو الاس اتش اصلا بتدي الساوند ش، تبقى ش اي شي، هي شي. يبقى لو انا قلت شي ما اقصدش واحد، اقصد واحدة، اقصد ماما، خالتي، عمتي، بنتي، صاحبتي، اقول عليها شي 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 شي. اوكي، يعني مثلا، مثلا عارف الجمله بتاعت ماما بتطبخ اكل لذيذ؟ بدل ما اقول ماي ماذر ممكن، ممكن اقول شي هي. اه ينفع برضو. يبقى بدل ما ابدا بالاسم اللي هو ماي ماذر هبدا بالضمير شي. اوكي، شي اقصد ماما كوكس، شي كوكس ديليشس فود، هي بتطبخ اكل لذيذ. هي مين دي؟ اقصد ماما. ايه هي الضمائر؟ الضمائر دي هي كلمات. اوكي، كلمات بتيجي فاعل، ضمائر الفاعل بتتحط مكان الفاعل، اقصد بها اسم. يعني بدل ما اقول الاسم بقول ضمير، اي هي شي. بدل ما اقول مصطفى قلت اي، بدل ما اقول بابايا قلت هي هو، بدل ما اقول مامتي قلت شي هي. يبقى الضمير بقصد بيه حد، بقصد بيه اسم. اوكي، طيب كده احنا خدنا ثلاث ضمائر، اي، انا، هي، هو، شي، هي. طيب افرض انا بكلمك انت، انت يعني يو، وعلشان اريحك يو لها ثلاث معاني، انت، او لو بكلم بنت لها انتي، او لو بكلم مجموعه برضو هقول لهم انتم يو. يبقى يو تنفع انت وتنفع انتي وتنفع انتم. انا واقف بكلم واحد صاحبي هقول له يو انت. طيب انتي واقفه بتكلمي واحده صاحبتك هتقولي لها يو انتي. طيب انا بكلم مجموعه قدامي هقول لهم يو انتم. يبقى انا كده هكلمكم انتوا حبايبي اقول لكم يو 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 يو، يعني انتم او انت او انتي. يو يو يو، اوكي، اسمها يو. واي او يو، حروفها واي او يو، ونطقها يو زي حرف اليو. يو، يبقى يو تنفع تيجي فاعل طبعا. يعني انا اي، هو هي، هي شي، انت يو، وانت يو، وانتم يو. طيب حطها في جمله، يو انت ار، You are، أنت تكون، a good boy، ولد جيد، أنت ولد كويس، ولد شطور. You are a good boy.
طب لو بكلم بنت you are انتي تكوني برضو you انتي a beautiful girl بنت جميلة you are a beautiful girl you are a beautiful girl انتي بنت جميلة. طيب لو بكلم مجموعة هقول لكم you into are learning بتتعلموا دلوقتي you are learning انتوا بتتعلموا دلوقتي English انجليزي يبقى you انت you انتي ويو انتم اوكي يبقى عندي كده كام ضمير خدناهم اربع ضمائر انا I هو هي هي اوعى تنسى she وانت you وانتي you وانتم you اوكي you 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 انت you انت you انتم you. طيب عندنا بعد كده ضمير كمان مين الضمير كمان ده بقى الضمير اللي بعد كده انا وانت انا وانت انا وانت اسمها نحن ودي بالانجليزي we w e اسمها we we نحن انا وانت اوكي okay. we عارف شركة we بتاعت التليفونات اوكي okay. بتاعت الاتصالات تمام we بقى يعني انا وانت نحن we او انا وانتو we اوكي okay. we اوكي okay. we لما اقول مثلا we go we نحن انا وانت go نذهب to school الى المدرسة by bus بالاتوبيس we go to school by bus نحن نذهب للمدرسة بالأتوبيس يبقى we نحن okay أنا وأنت we okay أنا وأنت we أقصد أنا وأنت يبقى كده عندي I أنا وعندي he هو وعندي she هي وعندي you أنت أو أنتي أو أنتم وعندي we نحن أنا وأنت أو أنا وأنتو كده اسمنا we نحن انا وانتو عايزك تركز معايا قوي 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 كل اللي فات ده انا اقصد بيه بشر اوكي انا هو هي انت نحن اقصد ناس بشر طيب افرض انا ما اقصدش بشر انا اقصد حيطه هقول عليها هي شي لا اقصد قطه ما تقولش عليها شي طيب اقصد ذئب ما تقولش عليه هو لو انت بتقصد حاجه غير البشر انت كده بتتكلم في حاجة اسمها غير عاقل غير عاقل غير عاقل يعني ما اقصدش مجنون انا اقصد حاجة غير البشر وهنا بقى ما ينفعش تقول حاجة من اللي فاته لو انت بتقصد حاجة غير عاقل سبورة باب شجرة قطة كلب اسد فيل اوكي كتب لو انت تقصد حاجة غير عاقل الموضوع بيختلف لو الحاجة الغير عاقل دي مفرد فبنقول عليها it I T اوكي نقول عليها ات ات اوكي نقول عليها ات اي تي ات يعني انت لو تقصد الحيطه تقول عليها ات لو بتقصد السبوره ات القلم ات الكتاب ات الخروف ات البقره ات الحصان ات الارض ات الميه ات اوكي اي حاجه غير الانسان ات بس تكون مفرد ات 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 انا اقصد قطه هقول ات بدل ما اقول اسمها ما انا ممكن اقول اسمها ذا كات وممكن اقول بدل اسمها لو انا مش عاوز اقول اسمها او مش عاوز ادوشك باسمها كل شويه هقول ات درينكس بتشرب ميلك لبن ات درينكس ميلك هي بتشرب اللبن اقصد القطه ات درينكس ميلك ات drinks milk يبقى لو انا اقصد حاجة غير الانسان هقول عليها it اي حاجة غير الانسان اي حاجة غير الانسان ما ينفعش تقول هي او شي لازم تقول it كي تقول عليها it it معناها ايه معناها هو او هي بس اوكي بس لغير الانسان او غير العاقل يعني دي هي وشي بتاعت الايه غير العاقل طيب انت بتقول it ركز معناها هو او هي طيب افرض انا بتكلم على قطط برضو ينفع اقول عليهم ات لا لان القطط جمع طيب اقول عليهم ايه تعال بقى للضمير الاخير الضمير الاخير ده بقى من جماله ان هو الضمير الوحيد اللي ينفع لكل حاجه
سواء إنسان أو غير الإنسان، اللي هو الضمير they THEY. طيب they معناه إيه؟ they معناه هم، they معناه هم. أقصد بيه أي مجموعة، أي جمع، والجمع بيبدأ من اتنين أو أكتر، أي جمع مش موجود معانا طرف تالت. طيب نقول لك مثال، مثلا أصحابي أقول عليهم إيه؟ ينفع أصحابي أقول عليهم أي أنا؟ لا. طيب ينفع أصحابي أقول عليهم هي هو؟ أصحابي أقول عليهم هو؟ لا. طيب أصحابي ينفع أقول عليهم شي هي؟ لا. طيب أصحابي أقول عليهم يو أنتم؟ لا، أصحابي أقول عليهم هم، اللي هي زي. يبقى زي نفعت للإنسان. وكمان لو أنا أقصد قطط، القطط برضو أقول عليهم زي، ما تقولش عليهم إت، لأن إت للقطة، إت للواحد بس للمفرد، أما الجمع فبنقول عليه زي. يبقى زي معناه هم، زي معناه هم، وهم دي بتنفع للعاقل البشر يعني، أو غير العاقل اللي هم الحيوانات والنباتات والجماد وأي جمع تقول عليه they هم. أوكي they هم، يعني ممكن أقول على القطط they هم، وأقول على الكلاب they طب الكلب الواحد، اوعى تنسى، نسيت ليه it. أوكي الكلب الواحد المفرد الغير عاقل it، طيب الجمع الغير عاقل they they زي، تمام؟ نقول عليه زي. تعال بقى نحط زي في جمل. بص، أقصد أصدقائي فأقول زي هم play، بيلعبوا تنس. they play tennis، هم بيلعبوا تنس well، جيدا. they play tennis well، هما بيلعبوا تنس كويس. they أقصد صحابي. طيب افرض أنا بتكلم على الأسود هقول عليهم they. بص، they هم are strong، strong يعني قوي، animals حيوانات، they are strong animals، هما حيوانات قوية، أقصد الأسود. يبقى شفت they معناها هم، نفعت لإيه؟ نفعت لناس بشر، ونفعت برضو الحيوانات. يبقى زي هم أقصد أي جمع مش معانا. حاجة تالتة، زي هم زي زي زي. دي كانت الضمائر. طب تعالى نعد كده، احنا خدنا كم ضمير؟ هتلاقيهم سبعة ضمائر، 7 pronouns أو 7 subject pronouns، سبعة ضمائر فعل. number 1 I أنا، number 2 he هو، number 3 she هي، number 4 you أنت أو أنتي أو أنتم، number 5 we نحن، number 6 it هو أو هي بس لغير العقل أو غير الإنسان، number 7 الأخيرة خالص they هم، أقصد جمع سواء كان عقل أو غير عقل. تعالى بقى نختبر فهمك ونشوفك فهمت ولا لسه الكلام اللي فات. لو انا اقصد نفسي هقول اي ولا شي ولا هي؟ لو انا اقصد نفسي هقول برافو عليك، هقول اي. طيب لو انا اقصد عمي، اوكي عمي، هقول لك ايه بالظبط من الضمائر دي؟ شي ولا هي ولا ذي؟ لو انا اقصد عمي برافو عليك هقول هي. طيب لو انا اقصد خالتي هقول عليها ذي ولا وي ولا شي؟ اكسلنت. لو انا اقصد خالتي هقول عليها شي. طيب انا لما اجي اكلمك انت هقول they ولا it ولا you؟ سوبر. لما اكلمك انت هقول you انت. طيب انا وانت هيبقى اسمنا I ولا they ولا we؟ سوبر. انا وانت اسمنا نحن اللي هي we. انا لو اقصد فراشات هقول على الفراشات we ولا I ولا they؟ سوبر، هقول عليهم they. طيب أنا لو أقصد ولاد هقول على الولاد they ولا we ولا I؟
لا، لو أقصد ولاد سوبر أقول عليهم they هم. كده احنا عرفنا الضمائر. ولو انا قلت لك تعال بقى نقول انا ولد، يعني ايه بالانجليزي؟ انا ولد يعني ايه؟ انا ولد بالانجليزي. واحد يقول يا مستر دي سهلة جدا، ده حاجة يعني بسيطة خالص. هقولها لك، انا يعني I، والولد مفرد. انت قلت لي ان المفرد نحط قبله A، ولد يعني boy B-O-Y. ايه يا مستر رأيك؟ اي ابوي. ايه رأيك في الجملة؟ انت عسل وشاطر وجميل، ولكن الجملة دي فيها غلطة صغننة. هي مش صغننة قوي، هي الغلطة كبيرة شوية، شويتين، ثلاثة، اربعة، عشرة. ايه هي الغلطة الكبيرة قوي دي؟ الغلطة الكبيرة يا سيدي ان اي، ركز، اي جملة في الانجليزي لازم يبقى فيها فعل. اي جملة في الانجليزي لازم يبقى فيها فعل، ما عدا مواضيع تانية هناخدها قدام مراحل متقدمة اقولها لك بعدين. ولكن اي جملة في الانجليزي لازم يبقى فيها فعل. طيب ايه المشكلة يا مستر؟ ايه المشكلة ان الجملة دي ما فيهاش فعل؟ ازاي؟ تعال نشوف. انا قلنا ضمير، مش احنا قلنا كده؟ انا ضمير. تمام. اداة ناكرة. بوي ولد، ولد مش فعل، ولد اسم. فعلا صحيح، الجملة ما فيهاش فعل. طب انا اعمل ايه يا مستر؟ ما هي اصلا الجملة انا ولد، انا ولد. نعمل ايه؟ نجيب فعل. طيب نجيب مين فعل؟ الجملة اصلا ما فيهاش فعل. اصلا نجيب فعل ازاي اصلا؟ الجملة انا ولد اي ابوي. لا استنى استنى، الجملة دي غلط في الانجليزي. الانجليزي بيقولك لازم يبقى فيها فعل. طيب نجيب مين؟ عمو بي. نخبط على عمو بي لان هو اللي عنده الحل وهو اللي هيحل المشكله. مين عمو بي ده؟ بص يا سيدي، بي ده معناه يكون. اوكي، بي معناه يكون. وبي عنده خمس اولاد، بس احنا يهمنا ثلاثة دلوقتي، ام، وابنه الثاني از، وابنه الثالث ار. ام واز وار. العم بي عنده ثلاث اولاد، ام واز وار. طيب العم بي معناه ايه؟ معناه يكون. خلاص يا مستر، المفروض اقول اي بي ابوي. لا، العم بي مش هيجي، العم بي هيبعت ولاده، هيبعت ام او از او ار. طب ولاده معناهم ايه؟ برضو يكون. ام معناه يكون، از معناه يكون، ار معناه يكون. او خلي ام معناها اكون احسن، اكون. هو ايه الفرق بين ولاده التلاتة؟ بين ام واز وار، التلاتة نفس المعنى. الفرق ان ام هيجي لو الفاعل بتاعي اي. اوكي، ام هيجي لو الفاعل بتاعي اي. از هيجي لو الفاعل بتاعي هي، هو، او شي، هي، او ات اللي اقصد بها غير عاقل، او اي اسم مفرد. لو ما جاش ضمير حتى هيجي هي، بس الاسم يكون مفرد، بابايا، مامتي، خالتي، عمتي، القطه، اللي هم ينفع مكانهم هي وشي وات اصلا. اوكي، اي اسم مفرد اللي هو singular noun، singular noun الاسم المفرد. اوكي، الاسم المفرد هيجوا مع is. اما الفاعل بتاعي لو you، انت، او we، نحن، او they، هم اللي اقصد بها اي مجموعه سواء عاقل او غير عاقل، او اي اسم جمع، الولاد، البنات، القطط، اي اسم جمع، دول هيجي معاهم ار. طيب يا مستر انا مش فاهم. اوكي نفهمك، بس انا عايز الاول اعمل حاجه صغيره كده في السبوره في الجنب، والحاجه دي انا هسيبها معايا دلوقتي علشان كل شويه هرجع لها. ايه الحاجه دي؟ الحاجه دي انا هقول اي واعمل س واكتب ام.
اوكي. على فكرة ممكن am تختصرها الابوستروفي ام. طيب هعمل هي وشي وات واي اسم مفرد زي علي مثلا، واعمل سه واكتب از، وممكن از برضو نختصرها الابوستروفي اس. وبعد كده هقول يو وي داي واي اسم جمع زي مثلا ذا جيرلز البنات، واعمل سهم واكتب ار، وار ممكن نختصرها الابوستروفي ار اي. وركز يا بطل معايا، فاكر الجمله بتاعت اي ابوي؟ فاكر الجمله اللي قلناها اي ابوي؟ قلنا غلط. ليه غلط؟ قلنا علشان ما فيهاش فعل. اي ابوي غلط، اي ابوي غلط. طيب علشان نحل المشكله هنعمل ايه علشان الجمله يبقى فيها فعل؟ هنروح للعم بي فنخبط عليه، يا عم بي يا عم بي يا عم بي. نعم يا مستر، عاوز ايه؟ هقول له الجمله عندي ما فيهاش فعل، ولما تبقى ما فيهاش فعل فانا محتاجك. يقول لي طيب انا هبعت معاك واحد من ولادي الثلاثه، ام او از او ار، انت مين الفاعل بتاعك؟ اقول له الفاعل بتاعي اي، الفاعل بتاعي اي. يقول لي خلاص هبعت لك ام، وتبقى الجمله اي ام ابوي، اي ام ابوي. اوكي، يبقى الغلط اي ابوي والصح اي ام ابوي. هنا الجمله صح. ام معناه ايه؟ معناه يكون. يبقى الجمله فيها فعل ولا لا؟ فيها الفعل ام. طيب ايه موضوع الابوستروفي ام ده؟ ان انت بدل ما تقول اي ام ممكن تختصر ام لابوستروفي ام، بس لما بتختصر انت لازم تدمج. يعني لازم ادمج؟ يعني لازم تلزقها في كلمه، يعني اي هتلزق فيها الابوستروفي ام. ما ينفعش تختصر تخلي ام ابوستروفي ام وتسيبها لوحدها، لا لازم تلزقها في كلمه. اوكي اوكي تمام. فبقت كده ونيجي ننطقها برضو بسرعة، I'm I'm I'm. يبقى اختصرناها في الكلمات وفي الحروف وفي النطق، I'm I'm a boy I'm a boy. الاتنين واحد، ممكن تقولها I am a boy وممكن تختصر I'm a boy. طيب ينفع نبعت is أو are مع I؟ لا، I ليها am. طيب تعالى الجملة تانية، الجملة دي بتقول هي هو هابي، هو فرحان. الجملة دي غلط. ليه؟ ما فيهاش فعل. هي يعني هو وهابي فرحان صفة. نحل المشكلة ازاي؟ نروح للعم بي، يا عم بي يا عم بي. هيقول لي عاوز ايه؟ هقول له عندي جملة ما فيهاش فعل، ممكن تبعت معايا واحد من ولادك التلاتة، ام او از او ار. يقول لي طيب مين الفاعل بتاعك؟ اقول له هي هو. يقول لي هي، يبقى هبعت معاك از، وتبقى الجملة هي از هابي. ليه ما ينفعش اقول هابي؟ هابي اصلا صفة، الآ والآن بتحطوا قبل الاسماء مش الصفات. طيب هي از هابي، هي از هابي. هنا الجملة صح، وبقى فيها الفعل از، واز برضو معناه يكون. هي از هابي، هو يكون سعيد. طيب ننفع نخلي is apostrophe is؟ بس لازم تدمجها، هلزقها في هي وبرضه اختصرها في النطق واقول he's 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 happy he's happy he's happy. طيب افرض عندك she، برضه نفس القصة، لو عندك she هتقول is she is happy. طيب لو عندك it برضه هتقول is it is happy it is happy. طيب لو عندك اسم مفرد زي علي او منى، منى is happy. يبقى هي وشي وات واي اسم مفرد هنغنيهم كتير قدام، دول بياخدوا is. طيب افرض انا عندي الجملة دي، you good، انت جيد انت كويس. you good، الجملة دي صح ولا غلط؟ الجملة دي غلط. ليه غلط؟ علشان ما فيهاش فعل. يو انت ده ضمير زي ما قلنا pronoun،
وجود جيد دي صفة. طيب نعمل ايه؟ نخبط على العم بي. يا عم بي انا عندي مشكلة. ايه المشكلة؟ المشكلة يا عم بي ان انا جملتي ما فيهاش فاعل. ممكن تبعت معايا واحد من ولادك التلاتة ام او از او ار، هيسألني الاول ويقول لي طيب مين الفاعل اللي عندك؟ اقول له يو، يبقى هبعت معاك ار، هتبقى الجملة يو ار جود. الجملة دي صح وفيها فعل، يو ار جود، يو ار جود، انت تكون جيد، يو ار جود. طيب ينفع اختصر ار لأبوستروفي ار اي؟ ينفع، بس هدمج، هلزقها في يو واختصرها كمان في النطق وتبقى يور، يور جود، يور جود، يور جود، انت جيد، يور جود. يبقى ده بالنسبة لام واز وار. طيب تعالى ناخد جملة كمان، اي انا لايك احب انجلش الانجليزي. هروح للعم بي واقول له يا عم بي، يا عم بي عندي مشكلة. العم بي هيقول لي امشي من هنا، انت ما عندكش مشاكل، انت جاي تقلقني وخلاص، جملتك فيها فعل، انت جاي لي ليه؟ الجملة فيها لايك يحب، انت اصلا عندك فعل، انت تعالالي لما يبقى مش عندك فعل، لكن لو عندك فعل ما تجيش. اوكي، لو عندك فعل ما تجيش، انت عندك لايك، عندك فعل، فجاي لي ليه؟ اتفضل روح، انا مش هدي لك حد من ولادي التلاتة، انت اصلا معاك فعل، معاك الفعل لايك. لكن لما يبقى مثلا في جملة ما فيهاش فعل خالص تعالي لي. طيب انا لو عندي الجملة بتاعت you play، انت تلعب فوتبول، you play football، انت بتلعب كرة قدم، ينفع اروح للعم بي؟ لا، لان انا عندي play يلعب فعل، فما ينفعش اروح للعم بي، ما ينفعش اقول you are play، لا انا بروح للعم بي لو انا جملتي ما فيهاش فعل. فبجيب am و is و are، بختصر am لأبوستروفي m، بختصر is لأبوستروفي s، بختصر are لأبوستروفي re. طيب ما في اغنية كانت في بنوتة صغيرة غنتها لي زمان بتقول لي الاي بتحب الام والهي والشي والات، رايحين جايين مع از، والار صحابها كتار، يو وي وذي. هو طبعا صوتي بيختلف كتير يعني شوية كده عن صوتها، يعني الاي بتحب الام والهي والشي والات، رايحين جايين مع از، والار صحابها كتار، يو وي وذي. نقول لك بقى تركيه صغيره كده، تعال نشوفك فهمت ولا ايه. هي از ساد، هو حزين. افرض لا مش هو اللي حزين، ده هما اللي زعلانين مش هو، يعني بدل هي اقول ذي، خلاص هتبقى they is sad. لا كده نزعل قوي، مفيش حاجة اسمها they is. طب الصح ايه؟ they are. ينفع تدي is لthey؟ ينفع؟ لا طبعا، they بتاخد are، they are sad. وممكن كمان تقولها لي كده they، وتختصر وتدمج they're، they're sad. طيب هسألك سؤال، لما اقول منى، منى تاخد ايه؟ منى مفرد تاخد is. طيب the girl برضو مفرد تاخد is، the girl is. طيب the boy برضو مفرد ياخد is. طيب the book برضو مفرد ياخد is. طيب the box الكتب، لا هنا بقى جمع، the books are، الجمع ياخد are، the books are. طيب the boys الولاد، ده جمع ياخد are، the boys are. طيب the girls البنات، ده جمع ياخد are. يبقى المفرد بياخد is والجمع بياخد are. اقل حد في am و is و are هو am، لان am بتيجي مع i بس، لكن is بتيجي مع اربعة، he و she و it واي اسم مفرد، و are بتيجي مع اربعة، you we و they واي اسم جمع. ده كده بالنسبة ل verb to be. ممكن انفي verb to be، يعني ايه انفي؟ يعني خليه نيجاتيف. ايوه يعني ايه خليه نيجاتيف او انفي؟ يعني اقول ما حصلش، يعني بدل مثلا انا فرحان عايز اقول انا مش فرحان، انفي انا مش فرحان.
اوكي انا لا اكون سعيد. طيب انفيه ازاي؟ بسيطه جدا، هتجيب كلمه نوت بعد ام او بعد از او بعد اور. نوت يعني مش، فبدل ام تقول ام نوت، بدل از تقول از نوت، بدل اور تقول ار نوت. نوت معناها مش، اوكي. لو انت جبتها بعد ام واز وار يبقى انت بتنفي، بدل انا فرحان انا مش فرحان. ناخد مثال، I am not happy. I am not happy يعني انا مش فرحان. لو شلت not I am happy انا فرحان، حطيت not انا مش فرحان. not بتيجي بعد am is or، not اللي هي مش بتيجي بعد am is or. طيب he is late، هو متأخر. افرض هو مش متأخر، هقول not he is not late. He is not late. هو مش متأخر. They هم. They بتاخد are. They are. They are. هم بيكونوا clever. أذكياء. افرض هم مش أذكياء. Okay. يعني بدل are هتحط بعدها not وتبقى they are not clever. يبقى منحط not بعد am وإز وآر علشان ننفي ونقول مش. تبقى they are not clever. وهنا قلنا he is not late. They are not clever. طب يا مستر هو في اختصار برضو للموضوع ده؟ تصدق انت ممكن تختصر not. اوكي ممكن اختصر not، ولما بختصر بلزق. برافو عليك، الزقها في الكلمة اللي قبلها. طيب انا ممكن اختصر not لان apostrophe t. تمام، يعني they are not happy هتبقى كده they aren't happy. ايه ده؟ not بقت ان apostrophe t ولزقتها في or. he is not late، not ممكن تبقى ان apostrophe t ولزقها في is، وتبقى he is وتلزق فيها ان apostrophe t وتقولها he isn't. he isn't late. ام بقى ما ينفعش تختصر not وتلزقها فيها. ام ونوت، ام كده تقول لي نوت، لا ما تجيش. ام تقول لي نوت، لا ما تختصريش وتيجي معايا. انا ممكن ابقى ايم او اي ام مش فارقه، بس انت تفضلي نوت زي ما انت. اي ام نوت هابي، مفيش اختصار للنوت مع ام. لكن ممكن اختصر نوت ان apostrophe تي والزقها في از، او اختصر نوت ان apostrophe تي والزقها في اور. اوكي وانا كده بنفي. طيب انا بنفي ازاي؟ بحط not بعد am او is او are. ايه بقى ملخص اللي احنا قلنا النهارده؟ احنا قلنا النهارده ان الجمله بتبدا بفاعل الاول، وخلي بالك دي الجمله الخبريه، لان احنا هناخد حالا نوع تاني من الجمل، والنوع ده ما بيبدأش بالفاعل وهقولك دلوقتي. المهم الجملة بتبدأ بالفاعل، الفاعل ممكن يبقى اسم زي أحمد ومنى وعلي، وممكن الفاعل يبقى ضمير بدل الاسم. لو أنا مش عاوز أقول الاسم ممكن ضمير. عندي كام ضمير في الإنجليزي؟ عندي 7. أنا I، هو هي، هي she، أنت أو أنتي أو أنتم you، نحن we، هم they، ولو أقصد أي حاجة غير عاقل it بس تكون مفرد. طيب بعد كده بدأنا نقول إن أي جملة في الإنجليزي لازم يبقى فيها فعل. طيب أنا لو الجملة بتاعتي ما فيهاش فعل أصلا هضطر إن أنا أروح أخبط على العم بي وأقول له يا عم بي يلي معناك يكون أنا عندي مشكلة، الجملة اللي قدامي ما فيهاش فعل. فالعم بي هيبعت معايا واحد من ولاده الثلاثة am أو is أو are، am أو is أو are. لو أنا الفاعل بتاعي I هيبعت معايا am I am. أما لو الفاعل بتاعي he أو she أو it أو أي اسم مفرد هيبعت معايا is. أما لو الفاعل بتاعي you أو we أو they أو أي اسم جمع هيبعت معايا are. I am أنا أكون، وممكن أختصرها لـ I am. He is هو يكون، وممكن نختصرها لـ he is. She is she is. It is it's. أما you are اختصرها you were. We are اختصرها we're. They are اختصرها they're.
وأي اسم جمع برضو بياخد are، زي the boys are، الأولاد بيكونوا. ولو أنا عاوز أنفي وأقول مش بيكون، هحط not بعد am أو is أو are، وبدل am تبقى am not، وبدل is هتبقى is not، وممكن is not نخليها isn't، وبدل are هتبقى are not، وممكن بدل are not نقولها aren't بالاختصار. الجديد بقى، بص معايا على الجديد. طبعا خلاص كلنا عرفنا الجملة دي، she هي، ما ينفعش اقول she hungry هي جعانة، لا الصح ان انا اقول she is hungry. لازم الجملة يا ولاد يكون فيها فعل، فانا هنا جبت is علشان she من اصحاب is، she بتاخد is، هي وشي وات واي اسم مفرد. بص بقى اللي احنا هنعمله، لو انا عملت مقص، يعني ايه مقص؟ يعني ايه مقص؟ مقص يعني هبدل اول كلمتين، هجيب شي هنا واز هنا، انا كده عملت مقص. she is hungry، she is hungry، she is hungry، هعملها مقص، هعملها مقص، يعني هتبقى is she hungry. بدلت اول كلمتين مع بعض، انا هنا هبدأ ب is، وهنا she، وهنا hungry زي ما هي، يبقى الجملة she is hungry اتحولت ل is she hungry. هنا بقى ما ينفعش تعمل full stop. طيب هقفل الجملة دي بايه؟ ايه دي؟ دي اسمها question mark، علامة استفهام. ليه؟ دي بتتحط لما باجي اسأل. ايه ده؟ هو انا دلوقتي بسأل؟ اه، لما تعمل مقص يبقى انت بتسأل. ايه ده؟ انا كده بسأل؟ اه. is she hungry؟ هل هي جعانة؟ استنى استنى، انت قلت لي ان اي جملة لازم تبدأ بالفاعل. اه، الجملة في الانجليزي بتبدأ بالفاعل، بس الجملة الخبرية اللي انا جاي اقول لك معلومة هي جعانة، انا مش جاي اسأل. بس لما اجي اسأل الوضع بيختلف، لما اجي اسأل ما ببدأش بالفاعل. بتبدأ بايه؟ والله بقى على حسب السؤال، اصلا انا عندي نوعين من السؤال، ما تشغلش بالك دلوقتي وامشي معايا خطوة خطوة. she is hungry هتبقى is she hungry واعمل مقص. لما بنعمل مقص يا ولاد يبقى انا كده بسأل سؤال بهل، يعني اول كلمة فيه هل، هل هي جعانة، هل هي جعانة، الجملة دي فيها فعل؟ اه طبعا فيها is، فيها فعل، تمام الحمد لله الجملة فيها فعل. is she hungry هل هي جعانة؟ طيب انا عاوز اجاوب يا اه جعانة يا لا مش جعانة، ما هو ما لهاش اجابة تالتة، يا اه يا لا، يا اه يا لا، يا يس يا نو. افرض هي جعانة فعلا، جعانة فعلا هقول اه نعم هي جعانة، نعم يعني يس. وعندنا اغنية بتقول بعمل يس وبعد يس كما، ونرجع المقص. يعني نرجع المقص؟ يعني نرجع بقى الجملة بتاعتنا نخليها she is، نرجع المقص yes she is، بعمل yes وبعد yes comma ونرجع المقص. طيب افرض هي مش جعانة، هعمل no وبعد no comma، الواو الصغيرة دي اسمها comma، ونرجع المقص. يعني is she نخليها she is. بس استنى، ده انت بتقول نو يعني انت بتقول لا، يعني بتنفي، واتفقنا لما نيجي ننفي نحط النوت بعد از. ايه ده؟ طب ما هي از نوت، ممكن نقولها ازنت، قولها ازنت، نو شي ازنت، يبقى يس شي از او نو شي ازنت. يس شي از، ايوه هي جعانه، او نو شي ازنت، لا هي مش جعانه. كمان مثال، كمان مثال، يلا ناخد كمان مثال. هي هو is صح، هي بتاخد is. اوكي، هي is happy، هو فرحان. عاوز اسأل
هل هو فرحان؟ بنعمل ايه؟ ها ها، افتكر افتكر، برافو شطور. بنعمل مقص، هتبقى is he is he happy is he happy. استنى، دي بقت سؤال، هل هو فرحان؟ لما بعمل مقص يبقى انا بسأل بهل. هل هو فرحان؟ يبقى ما ينفعش فول ستوب. قلنا هنجيب ايه؟ هنجيب question mark، علامة استفهام. طيب عاوزين نجاوب على السؤال ده، is he happy؟ هل هو فرحان؟ يا فرحان يا لا مش فرحان. طيب لو فرحان هنقول yes، وبعد yes كما ونرجع المقص، يعني is he ترجع تاني he is، yes he is. طيب افرض هو مش فرحان، اقول no. Is he happy؟ هل هو فرحان؟ No. هعمل no بعد no كما ونرجع المقص، يبقى is he ترجع he is، بس مع no لازم تنفي وتقول not. و is not اتفقنا ان احنا ممكن نقولها isn't. No he isn't. No he isn't. No he isn't. لا هو مش فرحان. تعال ناخد أمثلة، كتر الأمثلة بفهم الموضوع بشكل كبير. أوكي، they are، they are مثلا clever، هم أذكياء. عايز أعمل سؤال بهل، هعمل مقص، هتبقى are they clever، هل هم أذكياء؟ ومنساش question mark. عاوز اجاوب هعمل yes وبعد yes كما ونرجع المقص، yes they are، yes they are. افرض لا هم مش اذكياء، هعمل no وبعد no كما ونرجع المقص، يبقى no they are. ومنساش انا بنفي فاجيب not، no they are not. وممكن اختصر are not ل aren't، no they aren't. No they aren't. Okay. Yes they are أو no they aren't. كمان مثال وركز فيه لأن فيه جديد دلوقتي. بص معايا الوقت، احنا عندنا جديد بقى. بص 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 بص. I am. I am. I am sick. أنا أكون مريض. I am sick. أنا أكون مريض. عاوز أعملها سؤال، هتقولي بسيطة يا مستر، هنعمل مقص. بس استنى بقى، لو أنت عملت مقص هتبقى am I sick، هل أنا مريض؟ في حد هيسأل نفسه هو أنا عيان؟ لا، هو السؤال ما بيبقاش كده، السؤال هل أنت عيان؟ خلي بالك حبيب قلبي، أنا هقولك على حاجة خطيرة، لما تيجي تسأل I هتتحول ليو. بص امشي معايا خطوة خطوة، المفروض ان احنا بنعمل مقص، صح؟ صح. اي هتبقى هنا، صح. بس اي لما تنزل هتبقى يو. ليه بقى؟ ايه اللي خلى اي يو؟ مش انا بسأل؟ يا مستر انت بتسأل. طيب طالما انا بسأل يبقى لازم احول اي ليو. ادي لك مثال صغير، انا لما اقول لك هل انت عطشان هتقول لي ايوه انا عطشان. شفت لما جيت اسال كنت بقول انت، لكن انت بتجاوب هتقول انا. انا لما اسال هقول انت يو، انت بقى لما تجاوب تقول انا اي، يبقى اي بتتحول ليو. خلاص يا مستر اي هتتحول ليو، وننزل ام. ينفع؟ ينفع ام يو. هو احنا كنا بنقول يو بتاخد ام، ولاد العم بي يو بتاخد ار. لو حطيت ام مش هتنفع لان هما مش اصحاب، يو بتاخد ار، يبقى ام تبقى ار. يعني انت يا مستر بص عايز تقولها من الاخر كده، اي ام حولها لي الار يو، علشان ايه؟ ابسط الدنيا، اي ام حولها الار يو. اي ام اوكي، لما تيجي تسال حولها الار يو، ونزل بقى سيك، ار يو سيك، واعمل الايه علامه الاستفهام question mark. Are you sick؟ هل انت مريض؟ Are you sick؟ عايز اجاوب هقول yes yes yes، واعمل كما
وارجع المقص. Are you ترجع لأصلها. I am. Yes, I am. نرجع المقص، نرجع كل حاجة لأصلها. Yes, I am. واحد بيقول لي Yes, I am. أيوة أنا عيان. Okay. Are you sick؟ هل أنت مريض؟ Yes, I am. أو أعمل no وبعد no كما وارجع المقص. Are you ترجع لأصلها. I am. وما ننساش not. No, I am not. ما ينفعش اختصر not مع am. ممكن I am تخليها I am عادي، بس not لازم تفضل زي ما هي. No, I am not. أو no, I am not. Okay. ده لما نيجي نعمل سؤال بهل. الفكرة انك بتعمل مقص، يعني بدل ما انت بتبدأ بالفاعل انت بتبدأ بverb to be am أو is أو are. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. أهم حاجة أنا عاوزك تعرفها في حلقة النهاردة إن إحنا ما ينفعش نكون جملة بدون فعل. لازم أي جملة في الإنجليزي يكون فيها فعل. ما ينفعش مثلا تقول أنا قوي فتقول I strong. لا، I strong جملة ما فيهاش فعل، فأنت هتضطر تروح للعم بي وتقول يا عم بي أنا عندي جملة من غير فعل، فالعم بي هيديلك am لأن I بتاخد am وتبقى الجملة I am strong. الجملة الخبرية في الإنجليزي بتبدأ بفاعل، أما لما تيجي تعمل سؤال فأنت بتعمل مقص بتبدأ بفعل مساعد اللي هما am و is و are. لازم علشان تعمل سؤال بهل تبدأ ب am و is و are. يبقى am و is و are في الأول يعني هل. أنا بقى لما أجي أقول أنا مصطفى فما بقولش I مصطفى، لا بقول I am مصطفى أو I am مصطفى. أنت لما تيجي تتكلم على واحد وتقول هو عنده 9 سنين ما تقولش he 9 years old، لا لازم تقول he is 9 years old. اتفقنا إن الجملة لازم يكون فيها فعل، ولو مفيش فعل هنروح للعم بي. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة. بعتذر جدا عن الإطالة. Thank you for watching. شكرا للمشاهدة. أتمنى إن الفيديو يكون عجبك، ولو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك الجميلة منك. هتوحشني كتير جدا. لغاية الفيديو الجاي إن شاء الله. بكل أسف خلاص خلصنا. سلام. Goodbye.